大家好，我叫茉莉，欢迎来到轻松学汉语节目，每天二十五分钟，让你轻松学好汉语。 زي ما في الحلقه اللي فاتت اتعلمنا افراد الاسره وعرفنا قد ايه مفهوم الاسره عند الصينيين مهم جدا ومهم جدا اعرف القاب كل واحد وقد ايه ان الاسره هو ده العنصر اللي بيكتسب منه افراد العائله المفاهيم القيم بتاعتها النهارده هنتعلم مع بعض حاجه حلوه جدا وهي ازاي اقدر اقول الجنسيه بتاعتي او جنسيه البلاد التانية وهنتعلم مع بعض البلاد واللغات بتاعتها وده هيقدر يساعدني كويس قوي لان انا لما اجي اعرف نفسي اعرف اقول انا بتكلم انهي لغه وانا من انهي بلد يلا بينا نبدأ وزي ما قلنا إن احنا النهارده هنتعلم مع بعض الدول والجنسية واللغات هنتعلمهم بكل بساطة، بمجرد تمكني وإن أنا أعرف هي أسامي الدول والبلاد هقدر بكل سهولة أقدر أقول إن أنا جنسيتي إيه أو أنا بتكلم أنهي لغة؟ يلا بينا مع بعض نشوف هنقول إيه، ولكن قبل ما نبدأ لازم نعرف مع بعض يعني إيه كلمة دولة أو بلد، كلمة دولة أو بلد باللغة الصينية اسمها ڭو تيا. تيا ودي بمعنى الدولة نيجي بعد كده عند كلمة اللغة واللغات اللي احنا بنتكلمها اسمها يوان يوان عندي ي يو يو يعني اللغة ودي نغمة ثالثة بعد كده عندي يان يان نغمة تانية فهتبقى نص ثالثة وبعدين هطلع في النغمة التانية فتبقى يوان يوان فبالتالي كلمة الدول هي جو ديع. جو ديع. بعد كده كلمة اللغات أو اللغة يوان يوان وهنشوف مع بعض قبل ما نبدأ في تعلّم الدول ايه هي الكلمات الرئيسية اللي انا لازم اكون عارفاها اول حاجة وهي كلمة جو جو كلمة جو في اللغة الصينية اللي هتبقى متكررة في البلاد كلها او في معظم البلاد اللي هي بمعنى الدول او البلد كلمة دولة او بلد لازم يكون فيها او مش لازم في معظم البلاد هنلاقي فيها كلمة جو جو يبقى كلمة جو بمعنى الدولة او البلد نشوف مع بعض تاني رمز وهو كلمة رن ودرسناها مع بعض وخدناها في حلقة تغير الكتابة وخدناها برضو مع بعض في حلقة بتاعة الكتابة الرموز أول حاجة كلمة رن رن بمعنى شخص هنشوف دلوقتي مع بعض تالت كلمة وهي كلمة يي كلمة يي في اللغة الصينية بمعنى اللغة وهنعرف الفرق ما بينها وما بين كلمة تانية يبقى كلمة يي يي بمعنى اللغة بعد كده عندي كلمة ون ون كلمة ون هي برضو بمعنى اللغة طب إيه الفرق ما بين كلمة ي وكلمة ون هل متكررة معايا في اللغات ولكن الفرق إن كلمة ي بتيجي دايما أو في معظم الأوقات للكلام الشفهي يعني اللغة الشفهية اللي أنا بتكلمها في الحياة اليومية لكن كلمة ون ون بتتضمن معايا الاتنين يعني تتضمن معاك اللغة الكتابية واللغة الشفهية، الكلام اللي أنا بكتبه ممكن أقول عليها ون، وفي نفس الوقت الكلام اللي أنا بقوله ممكن أقول عليه ون، فكده كلمة ون بتضم الاتنين اللغة الشفهية واللغة الكتابية، أما كلمة يي بتضم عندي اللغة الشفهية. نبدأ دلوقتي مع بعض بتعلم الدول وهنشوف أول دولة معانا وهي مصر. دولتنا اللي اسمها باللغة الصينية أي ديي، أي دي اي يبقى أنا دلوقتي لو أنا مصرية هقول اي دي طب عايزة اقول جنسيتي هنشوف مع بعض بعد كده يبقى كلمة مصر في اللغة الصينية اسمها اي دي اي دي طيب تعالوا دلوقتي مع بعض نشوف لو كتبناها بالرموز هتتكتب معايا ازاي اول حاجة هعمل خط بعد كده هنزل بخط رأسي بعد كده هنشوف الرمز ده واحد بي واحد منحدر لليسار صغير وبعدين واحد أفقي وهعمل بحثي واحد أفقي تاني وانزل بواحد منحدر لليسار واحد منحدر لليمين بعد كده نشوف كلمة دي هتتكتب معايا ازاي واحد بي منحدر لليسار بعد كده هعمل المنظر ده يبقى كده عندي كلمة أي دي أي دي بمعنى مصر نشوف بعد كده الدولة اللي بعديها وهي الصين. الدولة اللي احنا بندرس لغتها دلوقتي وهي جون جوا جون جوا جوا يبقى عندي دلوقتي كلمة جون لوحديها بمعنى وسط أو منتصف بعد كده عندي كلمة جوا بمعنى الدولة ودرسنا قبل كده كلمة جون لوحديها ودرسنا دلوقتي كلمة جوا اللي هي بمعنى الدولة أو البلد يبقى كلمة جون جوا على بعضيها يعني الصين. طيب تعالوا دلوقتي نشوفها مع بعض بتتكتب ازاي، أول حاجة لو فاكرين رمزك خاو كان بيتكتب ازاي اللي هو بتاع الفم هكتبه تاني وبعدين هنزل من النص بواحد راسي نشوف بعد كده كلمة جواه تتكتب ازاي، أكني بعمل رمزك حو ولكن كبير شوية بعد كده هرسم من جوه الرمز بتاع الإمبراطور أو الملك ولكن الفرق إن أنا هحط دي آن هحط نقطة هنا وبعد كده اقفل عندي حدود الرمز بتاعي يبقى كده عندي كلمة جونج و وهي دي الصين بعد كده عندنا امريكا وامريكا في اللغة الصينية اسمها مايجوا 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 يبقى مايجوا بمعنى امريكا خلنا قبل كده كلمة ماي لوحديها يعني جميلة جوا يعني دولة يبقى مايجوا على بعضيها يعني دولة امريكا نشوف مع بعض كده لو كتبنا ماي جوا هتتكتب ازاي نشوف دلوقتي ماي هعمل واحد افقي افقي وهنزل بواحد راسي وهقفل معايا الرمز بعد كده لو نفتكر كلمه دع كبير بتتكتب ازاي كل اللي عليا ان نرسمها تحتي يبقى انا كده عندي كلمه ماي جوا ماي نشوف جوا تاني يبقى أنا كده دلوقتي رسمت أو كتبت بالرموز مايجوا مايجوا يعني أمريكا نكمل مع بعض وعندي كلمة يين ينقوا وهي دي إنجلترا يبقى أنا خدت مايجوا مايجوا يعني أمريكا خدنا بعد كده إنجلترا يين نيجي بعد كده لدولة أسبانيا أسبانيا باللغة الصينية هنحس شوية أن النطق صوتي يعني إيه صوتي؟ قريب شويه للنطق بتاع كلمه اسبان او اسبانيا بتتنطق ازاي باللغه الصينيه سي بان يا سي بان يا سي بان يا يبقى كلمه سي بان يا يعني ايه يعني دوله اسبانيا لو لاحظنا هنلاقي ان النطق شويه صوتي ليها يعني مقارب للغه العربيه بعد كده نيجي لدوله المانيا والمانيا باللغه الصينيه اسمها دو جو دو جو دو جو يبقى المانيا دو طالما خدنا المانيا يبقى ناخد معاها دوله فرنسا فرنسا في اللغه الصينيه اسمها فع قو. فلما تيجي تتنطق قو، فاغو قو يعني فرنسا نشوف بعد كده اليابان واليابان في اللغه الصينيه بتتنطق بشكل مختلف شويه وهي جيبان جي بان بَن كلمة ربان مختلفة شوية عن بقية اللغات إن هي ربان بمعنى اليابان يبقى دولة اليابان بتتلغة اللغة الصينية بتتقال ربأن. ربان طيب تعالوا دلوقتي مع بعض نشوف كلمة ربان بتتكتب إزاي ربان اللي هي دولة اليابان لو نفتكر مع بعض خدنا قبل كده رمز ر اللي هو بمعنى الشمس أو بمعنى يو طيب نشوف دلوقتي إن أنا بعمل رمز القاو اللي هو الفم وبعد كده هرسم اللي جوه وأقفل معايا حدود الرمز بعد كده نيجي لكلمة بأن هعمل واحد خن يعني واحد أفقي وهنزل بعد كده بواحد رأسي وأعمل واحد بشيئة واحد نع ومن جوه هقفل كده حته صغيره خالص بواحد أفقي تاني آخر دولة معانا وهي هانكو 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 يعني إيه بمعنى كوريا هانجوه. هانجو دولة كوريا يبقى خدنا دلوقتي كذا دولة تعالوا دلوقتي نشوف مع بعض ازاي اقدر اقول الجنسية بتاعتهم يعني دلوقتي لو انا قلت مصر دي ازاي اقدر اقول ان انا مصرية الجنسية لو انا قلت كلمة جونجو اللي هي الصين ازاي اقدر اقول كلمة صيني الجنسية هنشوف ده مع بعض لان بكل سهولة مجرد اتقاني للدول اقدر اقول بكل سهولة جنسيتي نشوف دلوقتي مع بعض ازاي اقدر اقول الجنسية كل اللي عليا إن أنا أعرفه هي ملحوظة مهمة جدًا، لو أنا عايزة أقول الجنسية بتاعة البلد بتاعة صاحب البلد دي ممكن أقول بكل سهولة مجرد إن أنا بحط رمز واحد زيادة وهو كلمة رن شخص، ولو نفتكر مع بعض كتبناه ورسمناه قبل كده وخدناه كذا مرة يبقى عندي كلمة رن رن بمعنى شخص. هعمل إيه؟ بعد اسم الدولة هزود بس كلمة رن اللي هي شخص. طب كده هيحصل إيه؟ كده بقت الجنسية، يعني الموضوع أبسط من البساطة. كل اللي عليا ان انا اتقن الدول بعد كده احط بعديها رمز رن يبقى دي الجنسيه طب تعالوا نطبق على ده اول حاجه عندي كلمه جونغو جونغو يعني الصين طب انا لو عايزه اقول صيني هتتقال ازاي كل اللي عليا احط رمز رن رن طيب هتتنطق على بعض ازاي عشان اقول جنسيه حد هتبقى جونغو رن جونغو رن يبقى عندي كلمه جونغ لو لوحديها بمعنى الصين لو قلت جون جو رن يبقى بمعنى صين الجنسية يعني ايه؟ يعني الشخص ده صيني يبقى انا كده قدرت ان انا اقول الجنسية بتاعته طيب تعالوا نطبق بمثل تاني احنا احنا مصر نقول عليها اي دي اي دي اي دي يعني ايه؟ يعني مصر طبعاً لو عايز اقول ان انا مصرية او مصري هعمل ايه؟ هحط كلمة رن فتتنطق معايا تبقى اي دي رن عادي رن يعني مصري يبقى كلمة عادي مصر ورن شخص حطهم مع بعض تبقى عادي رن يعني مصري أو مصرية بعد كده عندي كلمة ربن اللي كتبناها مع بعض اللي هي بمعنى اليابان نحط معاها كلمة رن يعني شخص تبقى معايا ربن رن ربن رن ربن رن يعني إيه؟ يعني ياباني يعني يعني لما أشوف حد ياباني أقدر أقول عليه بكل سهولة ران. ده شخص ياباني بعد كده خدنا برضو دولة أمريكا أمريكا اسمها مايجوا مايجوا لو أنا عايزة أقول الشخص ده أمريكي هقول عليه ازاي هحط بعديها كلمة رن مظبوط بعد كده تتنطق معايا مايجوارن رن يعني أمريكي أو أمريكي فبالتالي كلمة أمريكي الجنسية هقولها ازاي هحط كلمة مايجوا ومعاها الرن فتبقى مايجوارن ميجورن يعني أمريكي أو أمريكية نشوف مع بعض تاني دولة وهي أسبانيا أسبانيا باللغة الصينية قلنا عليها شيبانيا بانيا. طبعا أنا لو عايزة أقول دي أسبانية أو أسباني هقولها إزاي؟ هحط كلمة رن تبقى بانيا رن بانيا رن يعني أسباني أو أسبانية بكل سهولة نطبق عليها بحاجة كمان وهي كلمة فأقو فأقو فرنسا لو أنا عايز أقول ده فرنساوي أو فرنساوي هقولها إزاي هقولها فاعكور فا فاعورن يبقى أنا كده عرفت يعني إيه شخص فرنسي سواء بنت أو ولد تبقى فا فاعكور معانا بعد كده برضو كلمة دو جوا دو جوا يعني ألمانيا لما أقول دو جورن دو جو رن يعني الماني سواء للبنت او للولد يبقى د جو المانيا ورن شخص حطهم مع بعض تبقى دو جورن يبقى الماني اخر حاجه وهي كلمه هانجو هانجو يعني كوريا لما احط معاها كلمه شخص تبقى شخص كوري او شخصيه كوريه بنت اول تبقى حان رن هانغورن يبقى بكل سهولة مجرد اتقاني زي ما قلنا للدول أو أسامي البلاد ما فيعملش أي حاجة كل اللي عليا إن أنا أحط معاها كلمة رن رن يعني شخص يبقى أنا كل سهولة أعرف الدول والبلد دي أساميها إيه وعايز أعبر عن جنسية الشخص ده بحط معاها كلمة رن دلوقتي إحنا تعلمنا الدول والجنسيات تعالوا دلوقتي مع بعض نتعلم إزاي نقول اللغات وفي نفس الوقت ازاي اسمع حد باللغه الصينيه بيقول لي انت جنسيتك ايه وارد عليه يلا بينا هنبدا دلوقتي مع بعض بتعلم اللغات درسنا الجنسيه ودرسنا الدول هنشوف دلوقتي مع بعض ازاي نقول بتكلم اللغه كذا هنشوف دلوقتي واحده واحده اللغات اللغات عندنا اول لغه اللغه اللي احنا بندرسها دلوقتي وهي كلمه جون ون. وقلنا الفرق ما بين كلمة لغة اللي هي ون وي ون وي لو خدنا بالنا من الرمز بتاع كلمة جون ون اللي هي اللغة الصينية هنلاقي إن أول رمز فيها هو الرمز اللي موجود في كلمة جون بتاعة الصين يبقى بكل سهولة مجرد إن أنا عرفت كلمة جون اللي هي الصين هاخد منها أول رمز اللي هو جون وأحط معاها كلمة لغة اللي هي ون ون تبقى جون ون ولكن قلنا كلمة ون للغة المكتوبة والشفهية يبقى عندي أول حاجة كلمة جون, ون جون ون يعني اللغة الصينية. طب هل ده الاسم الوحيد اللي موجود للغة الصينية؟ لا عندنا اسم كمان وهو إيه؟ كلمة حان يو حان يو طيب كلمة حان يو جت منين؟ هنشوف مع بعض واحدة واحدة إن إحنا خدنا كلمة يو. يو. وهي اللغة المنطوقة، اللغة الشفهية اللي إحنا بنتكلمها ودي برضو بمعنى لغة. طب كلمة حان جاية من إيه؟ ده نسبة لقومية حان اللي موجودة في اللغة موجودة في الصين اللي هي حان فو معروف ان الصين فيها قوميات كتير فبالتالي كلمة حان حان اللغة الصينية طب واخدين الرمز بتاع حان ده ليه ده نسبة لقومية حان قومية حان ودي تعتبر القومية العظمى او القومية الاغلبية اللي موجودة في الصين لان معروف ان الصين فيها قوميات كتير عشان كده كلمة حان يو متاخد من قومية حان فو حان حان يبقى عندي كلمة حان بمعنى اللغة الصينية ونخلي بالنا إن كلمة يو بمعنى لغة ولكن أكتر حاجة بنستخدمها اللي هي اللغة الشفهية أو المنطوقة نشوف مع بعض اللغة اللي بعدي وهي كلمة ين يو يو إحنا بنتكلم اللغة الإنجليزية طيب أنا دلوقتي خدت كلمة إنجلترا اللي هي ين كو لو خدت بالي هتلاقوني ان انا خدت اول رمز اللي هو ين وحطيت معاها كلمة يو اللي هي اللغة فبقت عندي اللغة الإنجليزية ينو ينو. فبالتالي لو أمريكي أو كندي أو إنجليزي هيقول إن هو بيتكلم اللغة الإنجليزية فتبقى ينو ينو. ينو. نشوف مع بعض اللغة اللي بعدي وهي اللغة الأسبانية قلنا اسبانيا بمعنى سيبانيا سيبانيا لو قلت سي اسباني جنسيه هتبقى بانيا رن رن دلوقتي هشوف مع بعض لو قلت اللغه الاسبانيه كل اللي علي ان انا احط كلمه اسبانيا اللي هي شيبانيا واحط معاها كلمه اللغه اللي هي يبقى عندي يو يو نشوف بعد كده اللغه اللي بعديها وهي اللغه العربيه مش شرط تكون مصر بس اللي بتتكلم لغه عربيه اي لغه اي دوله بتتكلم اللغه العربيه بقول عليها يبقى اللغة العربية يبقى دي اللغة العربية. عندي بعد كده اللغة الألمانية وهي كلمة ألمانيا دوغو هقول اللغة الألمانية تبقى دوي كلمة اليابان وخدناها مع بعض اللي هي ربان ربان لما اقول اللغة اليابانية هتبقى جي يو يبقى دي اللغة اليابانية بعد كده عندي اللغة الفرنسية وخدنا فرنسا اللي هي فع و هاخد أول رمز اللي هو فا وأحط كلمة اللغة فا يو اللي هي اللغة الفرنسية آخر لغة معانا النهاردة وهي اللغة الكورية ولكن نخلي بالنا كويس قوي من النغمات إن اللغة الصينية اسمها حان هان ولكن اللغه الكوريه نغمه تانية فتبقى هانيو هان يبقى اللغه الكوريه عندي نغمه ثانيه هانيو ولكن اللغه الصينيه هان نشوف دلوقتي مع بعض ازاي حد يسالني باللغه الصينيه جنسيتي ايه واقدر اجاوب عليه اول حاجه عندي ني شي ني شي ناغورن جنسيتك ايه نشوف مع بعض واحدة واحدة السؤال ني إي انت ش تكون نع ضمير استفهام بمعنى اي انهي جو رن جو اللي هي الدولة والرن شخص جو رن يعني الجنسية ني ش نع جو رن انت انهي جنسية يعني جنسيتك ايه ما جنسيتك لما اجي ارد هقول و ش انا اكون وبعد كده اقول الجنسية بتاعتي فبالتالي ممكن اقول انا مصرية هقول و شي وبكده نكون شفنا كل الحاجة المتعلقة بالجنسيات والدول واللغات. تعالوا دلوقتي مع بعض نطبق بشكل سريع على الحاجات اللي احنا خدناها. أول حاجة لما حد يسألني نيشي ني جنسيتك ايه؟ طب أنا دلوقتي عندي العالم ده. العالم ده بتاع أنهي دولة؟ مظبوط بتاع دولة كوريا فبالتالي كل اللي عليا ان انا هقول اسم الدولة وبعد كده اقول كلمة رن اللي هي شخص كده عشان تدل عندي على ايه؟ علشان تدل عندي على الجنسية فبالتالي لما حد يقول لي يعني جنسيتك ايه؟ هرد واقول طبعا انا مصرية ولكن هنا المثل عندي ان هو كوري فبالتالي هقول طب لو انا عندي صديق كوري ممكن اقول هو جنسيته ايه؟ فيرد يقول تا شي هانغورن نشوف بعد كده المثل اللي بعد وهو مصر ني شي ناغورن ني جنسيتك ايه وده السؤال اللي انا عايزه كويس قوي عشان لما نيجي نعرف نفسنا نعرف نقول جنسيات ني شي يعني جنسيتك ايه هرد واقول و شي آيدي رن و شي ايجي رن يبقى انا مصري أو مصرية نشوف بعد كده السؤال معانا وهو تا <applause> جنسيته هو إيه؟ ما هي جنسيته؟ فبسأل على شخص تاني فبالتالي عندي كلمة سيبانيا أسبانيا كل اللي عليا إن أنا أحط معاها كلمة جن مظبوط اللي هي كلمة شخص عشان تعبر عن الجنسية بعد كده هتبقى تا سيبانيا رن تا سي يعني هو أسباني أو هي أسبانية ولكن عندي الرمز بتاع حا اللي هو الولد فبالتالي هو بيتكلم عن شخص ولد بعد كده نشوف آخر حاجة معانا وهي كلمة ميجوا لما حد يقول لي حاشي جنسيته إيه؟ كل اللي علي إن أنا أعمل كلمة ميجوا ميجوا أمريكا فبالتالي أقدر أقول بكل سهولة الجنسية فتبقى وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا مع بعض النهاردة وقدرنا إن إحنا نتعلم الجنسيات والدول واللغات وعرفنا إن أنا بكل سهولة مجرد إتقاني للدول أقدر أقول بكل سهولة اللغات والجنسية. نشوف مع بعض بشكل سريع لو أنا عرفت الدول وأسميها أقدر بكل سهولة إن أنا أقول الجنسية. طب ده إزاي؟ هحط اسم الدولة ميجوا جونكو اي دوله من اللي انا اتعلمته واحط معاها كلمه رن شخص اركبهم مع بعض تبقى بمعنى الجنسيه فبالتالي لما اقول انا مصريه هقول وش رن انا مصريه طب بالنسبه للغات هحفظ اول جزء موجود في اسم الدوله واحط معاها كلمه يي اللي هي بمعنى اللغه كده تقدر تعبر لي عن اللغه اللي بيتكلمها الشخص ده وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا مع بعض النهارده حاطه 那我们到此结束，再见。